بهذا الشكل بدت مدارس محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع فارغة من الطلبة بعد أن قرر المعلمون الإضراب الشامل احتجاجا على توقف رواتبهم. 6 أشهر مضت والمعلمون بلا مستحقات بعد أن صادرت حقوقهم الميليشيا وتوقفت عن دفع رواتب الآلاف من الموظفين في القطاع التربوي، غير آبهة بمعاناة الناس الذين باتوا يرزحون تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة. الإضراب الذي قام به المدرسين بسبب عدم صرف رواتبهم كان رد فعل طبيعي بسبب تدهور الأحوال المعيشية، لكن تبعات هذا الإضراب كان تحمله الطالب بشكل أساسي، نتج عنه تسرب الطلاب إلى الشارع، وكمان نتج عنه أنه عدم إكمال الفصل الدراسي الثاني، وهذا يؤثر على سير العملية التعليمية. توقف تام للعملية التعليمية بعد أن كانت قد شهدت عودة الطلبة إلى مدارسهم، لكن في ظل سلطة الميليشيا لا حلول تذكر على ما يبدو، فالجماعة الإنقلابية التي ذهبت إلى الاستئثار بمقدرات وطن بأكمله لا تؤمن بالتعليم أو بما تمر به محافظة كالحديدة. وبتوقف العملية التعليمية يزداد المشهد في المحافظة ضبابية من القادم، وتتجه مخرجات جيل بأكمله نحو مستقبل مجهول تماما طالما استمرت الميليشيا بفرض سطوتها على هذا الجيل، ليس على الحاضر فقط بل والمستقبل.